هو انا مش حاسس ان انا بقيت مستعد، انا حاسس ان انا مستعد لامتحان اخر السنه مش الشامل بس، يعني حاسس ان في سؤال يقف قدامي في اي حته من اللي انا خدتها عموما. هي دي اسئله ليله الامتحان الثانويه العامه. رأيي في كومبو واحد ان الصراحة ان هي فكرة حلوة ومختلفة، يعني فكرة كريتيف عن المدرسين التانيين كحاجة تقليدية، خلتنا يعني متحمسين للفكرة. فكرة حلوة وجديدة و يعني بفكرة مميزة وعجبتني قوي، وبتساعد فعلا ان هو ان الحد ان هو يفهم اكتر ويعرف يحل. فكرة حلوة وجديدة ما شاء الله، جميلة والحصة ممتعة وما فيهاش اي ملل خالص. بصراحة فكرة اول مرة اشوفها لاي مدرس عموما، وافكارها مختلف عن اي اسئله. هي هو بتحل وورشه وكده، ممكن مدرس تاني يحل، بس اسئله مختلفه عن الكتاب وافكار مختلفه، والسؤال بيلف وبيدور زي الاسئله بالظبط ونفس مستوى الامتحان، اللي هو لو انت اتدربت عليها هتدخل الامتحان هتحل عادي، عكس لما تحل من كتاب خارجي او كده الاسئله مش بتبقى لفه زي دي. يعني عموما صراحه هي فكره جديده واول مره تتعمل مع كذا مدرس، كذا مدرس يجيبك في ميعاد تاني ويضغطك، فاحسن ميعاد الكومبو. رأيي في الورشة بتاعت النهاردة، هو الصراحة علمنا ان احنا نعرف السؤال ليه صح وليه غلط، عكس ان احنا كنا بنحل بالإحساس ساعات او بشكل تاني، يعني ان احنا بنحله خلاص، فاحنا دلوقتي بقينا عارفين الصح، السؤال الصح هنحله ازاي والسؤال الغلط نجيبه ازاي. مركزة اكتر على التفاصيل بالذات في الحل، كانت مركزة على تفاصيل كتير وكانت جايبة برضو اسئلة صعبة، يعني كانت حاجة حلوة يعني. فعلمتنا افكار جديدة، طرق حل حلوة، وان احنا ازاي نحل السؤال، مش نجاوب على طول، يعني ما ناخدش الاجابه كده مره واحده، نحل كل اجابه وبعد كده نختار الاجابه الصح. انا كنت مذاكر كويس جدا وشايف ان مفيش سؤال يقف قدامي وحلل من كذا كتاب وكده، بس لما جيت وشفت لقيت ان في اسئله اصلا انا عارف الاجابه بتاعتها بس مش لاقيها في الاختيارات، وكنت بحتار في حاجه زي كده، فدي حاجه يعني بينت لي ان انا محتاج ادوس اكتر في حاجه زي كده وفي اسئله قويه زي دي. هي فكره جديده وكذا مدرس برضو بيغير معاد، وان هو عوض لك حصه بحصه، فهي كويسه، وطريقه الحل برضو الاسئله كانت بتبقى لفه، وحليت من كذا كتاب برضو، بس الاسئله ما كانتش بالصعوبه دي، يعني هي دلوقتي بقيت اعرف احل اي حاجه الحمد لله. يعني تعداد الامتحان الشامل صراحه بالنهارده باذن الله يعني هكون كويس جدا، لان انا هكون عارف الصح فين والغلط فين، مش هحل على حسب الاجابه. يعني انا حاسس ان انا بقيت مستعد اكتر من الاول، يعني بعد الورشه. بعد الورشه حسيت طبعا ان انا مستعد اكتر للامتحان. هو انا مش حاسس ان انا بقيت مستعد، انا حاسس ان انا مستعد لامتحان اخر السنه مش الشامل بس، يعني حاسس ان في سؤال يقف قدامي في اي حته من اللي انا خدتها عموما. الحمد لله بقيت مستعد للامتحان الشامل بعد الاسئله اللي حطها لنا مستر احمد غنيم في ورشه الحل. هي دي اسئله ليله الامتحان الثانويه العامه. نصيحتي ليهم ان هم يحضروا الحصه في اي سنتر تاني، لان الحصه دي ما ينفعش تتفوت. انصحهم بجد ان هم لازم يخشوها ولازم يتعلموا ولازم يحلوا كتير برضو عليها، لانها بجد مفيده جدا وتركز على تفاصيل اكتر. انصح زمايلي اللي ما حضروش الورشه ان هم يشوفوا اي سنتر تاني يحضروا، عشان الحصه مفيده ومهمه جدا. انا انصح زمايلي اللي ما حضروش ان هم يعني يحاولوا يعوضوا ده في سنتر تاني، في مكان تاني، حاجه زي كده، لان لو ما عملش ده حليت 100 كتاب مش هتلاقي اسئله زي دي في الورشه بصراحه. يعني يعوضوا في اي سنتر تاني على مدار الاسبوع، لان ورشه الحل دي هي اللي هتخليك تعلي قدراتك انك تحل ليله الامتحان بجد، او تجيب يعني لو انت مثلا ما حضرتش الورشه وجبت هتجيب النص، لا انت ممكن تبقى حضرت الورشه وتجيب مثلا 90% او 95%. الامتحان كان في البدايه خالص، اول ما دخلنا امتحان الصراحه انا كنت بحل على حسب، يعني كنت بحل على حسب اللي انا عارفه، بس انا ما كنتش فاهم السؤال ده ليه كده وليه كده، انا كنت بحله يعني حبيا بشكل عام يعني، بس بعد الحصه عرفت ان انا كنت في اسئله حليتها غلط لسبب واسئله حليتها صح لسبب. لو كنت دخلت الامتحان بعد الورشه كان هيبقى اسهل بالنسبه لي بكتير اصلا قبل الورشه. الامتحان كان متوسط بس في افكار برضو صعبه، فبعد الورشه لو كنت حليت امتحان تاني كان هيبقى اسهل من اللي قبل الورشه طبعا بكتير. اكيد لو كنت خدت الورشه وبعد كده الامتحان كان هتختلف اكيد حاجه زي كده يعني. اكيد طبعا حسيت بفرق، لان انا ما كنتش حالل، او كنت حالل بس مش بنفس الصعوبه دي، او الاسئله لفه ابقى عارف الاجابات بس الاجابات لفه عشان السؤال ما جربتش احله قبل كده.